قامت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعملية تمشيط واسعة لمناطق في مركز مديرية التحيتة جنوبي الحديدة، مستهدفة خلايا وجيوب ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في المناطق المحيطة بمركز مديرية التحيتة. وذكرت مصادر عسكرية أن تحرير مديرية التحيتة بشكل كامل سيعمل على تقطيع أوصال الميليشيا وقطع طرق إمدادها عبر مديرية زبيد، كما أنها ستكون منطلقا لتحرير مديرية زبيد. وأكد مصدر عسكري بأن تحرير مدينة الزبيد هو الهدف القادم لقوات الجيش الوطني، مشيرا إلى أن عملية تحرير مركز التحيتة قطعت كل خطوط إمداد الحوثيين بين التحيتة وزبيد.